الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن إلى الخير والحق اهتدى. عطوفة راعي الحفل مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه راعي الحفل الأكرم، عطوفة أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دأبت مديرية الأمن العام وكعادتها على مواكبة مستجدات الأمور وإحاطتها من جميع النواحي، وفي ذلك تعقد مديرية الأمن العام ومن خلال أكاديمية الشرطة الملكية وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ورشة عمل بعنوان قضايا الانتحار إلى أين، لتعالج من خلالها مختلف المواضيع المتعلقة بهذا المجال من منظور نفسي واجتماعي وقانوني وعلمي، وبيان دور مختلف قطاعات وأجهزة الدولة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولتفعيل التشاركية والعمل بروح الفريق، ولتحقيق مفهوم الأمن الشامل بمفهومه الواسع في محاولة للحد من هذه القضايا. نرحب بكم أجمل ترحيب في أكاديمية الشرطة الملكية. إن خير ما يتلى ويستمع له آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ الملازم الإمام مصطفى القيام، فليتفضل مأجورا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، صدق الله العظيم. وقد أخذت هذه القضية تحظى في الأعوام الأخيرة بتركيز إعلامي واسع، مما يتطلب الوقوف على حجم هذه القضية في مجتمعنا من خلال دراستها بكل موضوعية، ومن ثم العمل على علاجها والحد منها. وهنا نثمن لمديرية الأمن العام أخذ زمام المبادرة لبحث هذه القضية بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة. عطوفة راعي الحفل الكريم، لا يخفى على أي منكم الدور الهام الذي تطلع به الأسرة في مختلف المجالات، فهي الأقدر على بناء جيل يؤمن بالقيم الأساسية ويؤمن بدوره في المساهمة ببناء المجتمع والنهوض به، وتوجيه طاقات أفرادها بما يخدم وظائفها الرئيسية في المجتمع. وانطلاقا من ذلك كله، فقد عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة ولإيمانه المطلق بأهمية برامج الوقاية العلاجية، وبنهج عمل تشاركي مع العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على استحداث برامج للإرشاد الأسري كخطوة وقائية لمواجهة العديد من القضايا الاجتماعية، والتي من ضمنها قضية الانتحار. ومن هذه البرامج على سبيل المثال، باشر المجلس ومنذ عام 2010 بافتتاح مراكز للإرشاد الأسري في عدد من محافظات المملكة لتقديم خدمات إرشادية متكاملة، بلغ عددها لغاية الآن 11 مركزاً، كما ونسعى حالياً لنشر هذه المراكز في كافة المحافظات،
كما وتعامل المجلس مؤخرا مع الجامعة الألمانية الأردنية في افتتاح مركز للإرشاد والتمكين الطلابي بداخل الجامعة، يقوم بإرشاد الطلاب وتوعيتهم ومساعدتهم على تخطي المشاكل التي قد تواجههم، آملين أن تحذو باقي الجامعات في المملكة حذو هذه الجامعة. الحفل الكريم ختاما، أسأل الله تعالى أن يكلل أعمال هذه الورشة بالتوفيق والنجاح، وأن يسدد على طريق الخطى على طريق الخير خطانا، مكررا الشكر لمديرية الأمن العام على مبادرتهم بعقد هذه الورشة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، داعين الله العلي القدير أن يحفظ وطننا درة في جبين المنطقة بأسرها، وواحة للأنفس الباحثة عن الحرية والكرامة في ظل مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله للحق والعدل سيفا ورمحا وراية، حفظ الله الوطن والقائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. صاحب المعالي، أصحاب العطوفة والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم، وبارك بجهودكم الخيرة وحضوركم المميز في هذا الصرح العلمي أكاديمية الشرطة الملكية للمشاركة في هذا النشاط العلمي والجهد الوطني، ألا وهو قضايا الانتحار إلى أين، وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حيث أصبح لافتا تزايد عدد قضايا الانتحار وتنوع صورها وأشكالها واختلاف فئات مرتكبيها والحقوق والحريات، وهذا أساس في عملنا وأمانة في أعناقنا، فالإنسان أغلى ما نملك وروحه ثمينة، والمحافظة عليه تحقق أمن المجتمع، وهذه مسؤولية الجميع على نحو تشاركي وطني يحقق أهدافنا السامية وغاياتنا النبيلة. السيدات والسادة الحضور، ندرك جميعا أن قضايا الانتحار يقف وراءها أسباب عديدة، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، وتربوية وغيرها، تدفع بالبعض إلى الإقدام على هذا الفعل الآثم والمحظور في الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية والأعراف الاجتماعية. وقد اجتمعنا اليوم في هذا الجمع الطيب والمجلس الكريم لطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش والبحث بمشاركة خبراء ومختصين من كافة المجالات والجهات المعنية، لنتشاور ونتحاور ونخرج بخلاصة ترشدنا إلى سبل الوقاية وطرق العلاج. الأخوات والإخوة الحضور الكرام، يأتي هذا النشاط العلمي في إطار سعي مديرية الأمن العام لحماية المواطن وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي. ولقد وجهنا في مديرية الأمن العام بأن تتضمن محاور هذه الورشة كافة الجوانب المتعلقة بالانتحار سيكولوجيا، اجتماعيا، تشريعيا، إعلاميا، أمنيا وإجرائيا، وأن يطرح أهل العلم والاختصاص أفكارهم وتصوراتهم ونتاج علمهم، وبحضور ممثلين من كافة القطاعات المعنية، لعلنا نحقق الهدف المنشود. كما وجهنا قبل فترة من الزمن إلى استحداث مكتب خاص وخط ساخن، وقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لانطلاقه، وأنني أعلن من هنا عن بدء العمل بهذا المكتب في إدارة حماية الأسرة تحت مسمى الخط الساخن للوقاية من الانتحار. بسم الله
وعلى بركة الله نفتتح هذه الورشة، ونشكر حضوركم جميعا ومشاركتكم لنا. وفقنا الله جميعا لخدمة الوطن والمواطن، وأدام الله أمننا في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمل الأنباء، قمر الحقيقة.